ما طرحت أي مبادرة. وحتى نواب الأغلبية 35 نائب بدأوا يحسون الآن بحرج كبير لدعم هذه الحكومة والوقوف معها، وسيظهر هذا الحرج في قضية المتحدثين ضد الاستجواب أو مع رئيس الحكومة، لن تجد هذه الحكومة أي شخص يتحدث أو أي نائب يتحدث معها في الجلسة بسبب الحرج الذي يعني وضع عليها لأنها تأخرت كثيرا في طرح أي مبادرات أو في تمرير أي ملف أو إنجاز أي ملف جاهز على أجندة أو على جدول أعمال هذه الحكومة. ممتاز. لا هو يعني صحفنا المحلية تقول بأن هناك قد يكون يعني صفقة، ورئيس الوزراء أبلغ الأغلبية بأنه موافق على لجنة التحقيق البرلماني في موضوع الإيداعات والتحويلات المالية، بس بشرط عدم استدعاء سمو الشيخ ناصر المحمد كما تقول صحفنا المحلية. هل هذا الأمر يعني قد يجلب له الدعم من الأغلبية البرلمانية من خلال استجواب النائب صالح عاشور؟ لا أعتقد، يعني أنا أعتقد أن كل ما وضعت العصا في الدولاب تتأثر الحكومة وتتأثر الأغلبية البرلمانية الداعمة لها. ولذلك أنا أعتقد صالح عاشور النائب صالح عاشور أنا أعتقد هو يعرف ماذا يريد من هذا الاستجواب. ربما كثيرين انتقدوا صالح عاشور على تقديم هذا الاستجواب، لكن يبدو لي أنه مشروع سياسي. وسيكون مشروع سياسي ناجح في حال عجزت الحكومة وعجز الأغلبية البرلمانية عن التعاطي معه بوضوح أكثر وبدستورية أكثر. يلعب سياسة صح صالح عاشور؟ نعم، الآن بوجهة نظري أنه الآن يعني الرجل طرح ما عنده، وهو الآن يتحدث بثقة ويتحدث دون توتر ودون ارتباك، وينظر إلى الأغلبية ويراقب الأغلبية البرلمانية التي بدأت في الهجوم عليه. كان هجوم قوي من الإسلاميين ومن خاصة من النائب الدكتور عادل الدمخي وغيره من النواب الإسلاميين، هاجموا صالح عاشور، والمفترض أن لا يهاجموا نائب على استخدام الحق الدستوري. نعم، ممتاز. ننتقل إلى يعني مواضيع اليوم. اللجان البرلمانية يبدو أن شادين حيلهم مثل ما ذكرت الأغلبية، يعني اللجنة التعليمية واللجنة المالية أقروا قوانين كثيرة، أعتقد أهمها يمكن اللجنة الصحية إنشاء مدينة طبية متكاملة، وأرادوا يعني أن في جلسة اليوم أن تقر هذه المدينة الطبية، وكأن يعني يريدون أن يعني يبعثوا رسالة للشعب الكويتي أن لدينا أولويات ورح ننجز المشاريع. هل نتوقع هذا الأمر أو أن المجلس الحكومة راح ينشغلون بالاستجوابات والمهاتات؟ لحد الآن يعني الخطاب الأميري لم يناقش من أعضاء مجلس الأمة وهناك استجواب يعني قائم، فكيف هذه القوانين كما يقول بعض النواب؟ أحس أنه متفائل زيادة عن اللزوم. راح نقر جامعة جابر العلوم التطبيقية، إنشاء مدينة طبية متكاملة، عموما إنشاء المدينة الطبية متكاملة، يعني بعض النواب قال اليوم راح نقرها في مجلس الأمة. هل هذه أمنيات يعني مبالغ بها؟ لا، هذا مؤشر على المأزق، مأزق يعني تعيش الأغلبية، مأزق الأغلبية النيابية، وهي وهي ربما تكون هذه بعد مشكلة. الحديث عن أن سيحل المجلس بعد سنة أو بعد 3 شهور أو 4 شهور، ولذلك النواب الآن يحسون بالخطر، خاصة الأغلبية البرلمانية وخاصة النواب الجدد، ولذلك تجدهم الآن في جو انتخابي، مندفعين ولا في جو انتخابي وليس جو تشريعي ورقابي، وهم الآن يحاولون أن يعني يطرحوا أي شيء أو يقروا أي شيء داخل اللجان حتى يكون لديهم كريدت في الانتخابات. وهذا شيء غريب أخ ناصر، يعني كيف يعني لجان تقر مثلا إنشاء مدينة طبية وجامعة جابر أقل من أسبوع؟ يعني هذا أصلا عمل السلطة التنفيذية، سلك بيض يعني. بعدين تستشعر أن سلك بيض، يعني وين الدراسات؟ وين المستشارين؟ يفترض أن يكون وراء هذا الأمر دراسة يعني أقل شيء. يعني هذا عمل السلطة التنفيذية أصلا، والمفترض أن يكون مبادرات بهذا الاتجاه، لكن أنا قلت أن يعني الأغلبية النيابية البرلمانية تحاول يعني التعلق بأي خيط، يعني يمكن أن يسجل لها أن والله فعلت شيء لكن الحكومة عجزت عن يعني التعاون معها. موضوع اليوم كذلك أعتقد موضوع مهم، موضوع صالح الفضالة أعلن بأن توظيف البدون الأسبوع المقبل في 6 وزارات و3 هيئات حكومية والقطاع الخاص بطاقة ومغنط أول مايو لا تخول حامل السفر الخليج. هذه التصريحات اللي أعلنها اليوم صالح الفضالة اعتبرها صالح عاشور بأنها يعني من بشائر استجواب النائب صالح عاشور، قال هذه البدايات استجوابي يعني محور الرابع عن البدون، الحكومة بدأت ترضخ الآن وتعين البدون. كيف نربط بين الموضوعين؟ هو يعني هو مشكلة الحكومة أن تتعاطى مع قضية البدون على عكس المنطق وعلى عكس يعني المفترض أن تسير فيه، الاتجاه المفترض أن يعني تذهب إليه.
هذه قضية يعني بدايتها هي يعني نتاج أخطاء حكومية، ولذلك المفترض على الحكومة أن تصحح هذه الأخطاء. الحكومة الآن حاولت التهرب من هذه القضية ولم يعني تطرح أي مبادرة لحلها ما عدا الشرائح اللي تحدثوا عنها أنها بتجنيس، لكن ظلت هذه القضية مثل كرة الثلج تكبر، والآن الأرقام أصبحت كبيرة جدا وأصبحت لها عبء حتى دولي على الكويت وعلى سمعة الكويت وعلى حقوق الإنسان، ولذلك هم يمارسون نفس القضية التهرب من حل هذه الإشكالية. حل هذه الإشكالية يكمن في تصحيح خطأ ارتكبته حكومات سابقة، لكن الآن الحتمية تقول أن يجب حل هذه المشكلة بتجنيس من يستحق ودراسة ملفات الآخرين منحهم، لأن ما تستطيع أن تخرجهم من الكويت، أنت سبب المشكلة ولذلك عليك أن تحل هذه المشكلة. الآن قضية التوظيف بهذه الشرائح والاشتراط إحصاء 65 يحل 25,000 تقريبا فقط، لكن يبقى 90,000 من البدون، وبعضهم خريج جامعة وبعضهم لديه ماجستير وبعضهم لديه دكتوراه وممكن الاستفادة منهم، لكن هناك إشكالية قانونية أيضا. كيف توظف الحكومة شخص وهي تقول أنه مقيم بصفة غير قانونية؟ البعض ربط يعني حل الموضوع 65 توظيفهم بأنه واضح أنه توجه لتجنيس إحصاء 65، ما سمح له بالتوظيف إلا خصوصا بالوظائف الحكومية إلا أن هناك نية وتوجه للتجنيس. هل فعلا هذا التوقع يعني محتمل؟ أتمنى يكون لدى الحكومة مثل هذا التوجه، لكن يعني هناك لوبي يرفض تجنيس البدون، وهذا اللوبي أنا أعتقد أنه يعني لوبي قوي جدا، لوبي قوي جدا، وأعتقد أنه من المفترض أن يعيد حساباته هذا اللوبي، لأن كل ما طالت المشكلة كل ما كان الحل أصعب وكل ما كان الثمن أكبر في يعني اتجاه سمعة الكويت وحقوق الإنسان بالكويت. ممتاز. أخيرا يمكن أخ ناصر، موضوع التربية والتربية موضوع شائك، التربية مستقبل فلاش ميموري سيحدد قريبا، يعني موضوع نظام درجات تم تغييره لما أتى الوزير الجديد الآن الممري واللي وزعه على الطلبة، ويبدو أن هناك يعني عليه علامات استفهام، يبدو كذلك سيتم إلغاء. شو السالفة يعني نفس موضوع بلاغ المجلس، يعني كل ما يأتي وزير يلغي القرارات السابقة الوزراء، وهذا شيء أعتقد مهما يكون يعني يسبب خلل في هو يعني نفس الجهة الحكومية. أنا أعتقد يعني أفضل شيء لوزارة التربية أن تتحول إلى هيئة، والهيئة لها مجلس إدارة يديرها، وأن تكون مستقرة أكثر، وأن يكون الإشراف عليها فقط من الوزير ولا يتدخل في عملها، ويكون مسؤول سياسيا عن يعني إجراءاتها لكن لا يتدخل، وأن يكون هناك مجلس إدارة عشان يكون هناك القرار يحتاج إلى دورة طويلة حتى يغير، وبذلك نضمن أن هذا الجهاز المهم جدا طبعا في حياة الشعوب أن لا يعني يكون عرضة للعبث والتغيير كل فترة، وكيل مساعد وكيل يتغير ونشكل قراراته، مثل الفلاش ممري يعني كمشروع لماذا الآن يعني هو واضح أنه ناقش دراسة لإلغاءه كذلك. أصلا يعني طرح مشروع الفلاش ممري خطأ، ويعني هناك كثير من الآليات المتقدمة جدا الرقمية التي يمكن يستفيد منها الطالب، مثلا الآيباد مثلا أفضل بكثير من قضية الكتب وقضية الفلاش ممري، ولذلك يمكن الاستعانة، ما يحتاج الطالب يأخذ معه كل هذه الكتب، تكون موجودة داخل الآيباد مثلا، أو يكون هناك كمبيوتر في كل فصل وكل طالب، بحيث أن الطالب يستطيع أن يفتح الكتب التي يريدها. ما عاد نحتاج حنا الكتب اللي هي هارد كوبي معك تأخذها إلى المدرسة. هل الوزير خضع يعني ضغوط السياسة لما ألغى قرار المليفي في موضوع الدرجات؟ أنا لا ألوم أي وزير يعني يغير قراراته بسبب الخوف من المجلس، لأنه ولا وزير محصن ولا رئيس وزراء محصن من المساءلة. إذا الخوف من المجلس هو اللي يحدد قراراته، ولذلك الخوف من المجلس هو اللي يحدد قرارات هذه الحكومة. لماذا؟ لأنها حكومة ليست منتخبة وليست آتية من صناديق الاقتراع، ولذلك هي ضعيفة. الآن أصبح حتمية أن يعني يكون هناك حكومة منتخبة تأتي من صناديق الاقتراع حتى تستطيع أن تتخذ قرارات. ممتاز. عموما رئيس جمعية التنمية الديمقراطية ناصر العبدلي، شكرا جزيلا لحضورك وإثرائك هذا الحوار. يا هلا، حياك الله. الله يعطيك العافية. مشاهدي الكرام، وصلنا لختام حلقتنا هذا اليوم، أمل أن تكونوا قد استمتعتوا معي. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله في أمان الله.